السلام عليكم، اهلا وسهلا بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم فيديو جديد اللي هو ديال الجلالب. بالنسبه لهذا الفيديو صورت لكم عند واحد الخياط اللي كاين في انزكان واللي كاين في القيصريه ديال صفا. صورت لكم عنده اخر ما كاين في الموديلات ديال هذا العام. بالنسبه لهذا الخياط راه كيفصل التقليدي والعصري وكيفصل العيالات والرجال، وراه كيبيع الجلالب طالعين بالنسبه اللي ما عندهاش الوقت مازال باش تفصل. صورت لكم تقريبا بعض من الموديلات اللي عنده اللي واجدين. وبالنسبه للاثمنه راه الاثمنه ما قلت لكمش الاثمنه حنت كل حاجه والثمن ديالها، ولكن الاثمنه كتبقى مناسبه. وبالنسبه للمعلومات ديال هذا الخياط راه غنحط لكم لاكارت فيزيت على الفيديو ولا في صندوق الوصف. وكنتمنى يعجبكم الفيديو وتستافدوا منه، والسلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله، والى اللقاء، ونخليكم مع تتمه.